صباح الخير كي جي 2، عاملين ايه؟ معاكم ميس ولاء من مدرسة فيوتشر باينيرز، والنهاردة هنكمل درس المدود. تعالوا نفتكر تاني مين هما المدود. المدود هما 3 حروف قرروا يساعدوا الحركات القصيرة عشان يكونوا حركات طويلة. تعالوا نتعرف على الحروف دي او نراجعهم تاني نفتكرهم مع بعض. اول حرف معانا هو حرف الالف او المد بالالف اللي بيجي من غير الهمزة بتاعته، قرر ان هو يساعد حركة الايه؟ الفتح. تاني حرف معانا او تاني نوع مد هو المد بالواو، والمد بالواو هيساعد الضمة. اخر حرف معانا هو المد بالياء اللي هيساعد حركة الكسر. المرة اللي فاتت اتعرفنا على المد بالالف، والنهاردة هنتعرف على المد بالواو اللي هيساعد مين؟ حركة الضم. تعالوا نشوف هيساعدها ازاي. عندنا سين ضمة سو، سين ضمة سو، زي ما احنا متفقين ان المد بيساعد الحرف اللي عليه الحركة صاحبته او الحركة بتاعته. يعني سين ضمة سو لما هيجي معاها المد بالواو هتبقى سو، هتبقى سو. تاني نجرب تاني، زي ضمة زو، زي ضمة زو، لما هيجي معاها المد بالواو هتبقى زو، زو. نشوف تاني، حاء ضمة حو، حاء ضمة حو، لما هنزود عليها المد بالواو هتكون حو. يبقى تاني سو زو حو هما الحركات القصيرة أو الأصوات القصيرة، والأصوات الطويلة اللي في معاها المد بالواو سو زو حو. طيب تعالوا نشوف أصوات طويلة ونقول الحرف الممدود. زي ما احنا تعرفنا المرة اللي فاتت على الحرف الممدود، هو الحرف اللي بيجي قبل حرف المد وبيكون عليه الحركة صاحبته. يعني هنا مثلا تو فيها مد بالواو، الحرف الممدود هو حرف التاء اللي عليه حركة الضم. نقول تاني، غو حو شو دو قو زو مو صو، كل دي أصوات طويلة فيها مد بالواو. طيب تعالوا نقرأ كلمات فيها مد بالواو. تو تو ت توت، توت كلمة توت فيها مد بالواو. نو نو ر ر را نور، نور كلمة نور فيها مد بالواو، والحرف الممدود هو حرف النون، الحرف اللي بيجي قبل حرف المد وعليه الحركة صاحبة حرف المد يعني الضم. حو حو حوت، حوت فيها مد بالواو، والحرف الممدود هو حرف الحاء. كو كو كوب، كوب كلمة كوب فيها مد بالواو، والحرف الممدود هو حرف الكاف. فو فو فول، كلمة فول، كلمة فول فيها مد بالواو، والحرف الممدود هو حرف الفاء. آخر كلمة سو سو سور، سور كلمة سور فيها مد بالواو، والحرف الممدود هو حرف السين. طب تيجوا نلعب لعبة صغيرة، هننطق أسماء الصور دي ونشوف فيها مد بالواو ولا مد بالألف. يلا، حوت حوت، كلمة حوت فيها مد بالإيه؟ بالواو. حصان حصان، أنا سامع صوت المد، فيها مد بالألف وحرف الممدود هو حرف الصاد، يبقى فيها مد بالإيه؟ بالألف. توت توت، كلمة
توت فيها مد بالواو، كلمة توت فيها مد بالواو. كده تعرفنا على المد بالواو، وخدنا المد بالألف. المرة الجاية أشوفكم في المد بالياء. إلى اللقاء.